بك يصلح حالك اعرف دينك عايز دنيا يفتح حالك اعرف دينك عايز حكمة ورحمة وجنة عايز حكمة ورحمة وجنة عايز تجمع دنيا وآخرة اعرف 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 دينك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلتي المعراج والإسراء، همزة هي آخر الجملة، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء، همزة هي سجعة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الفصل والجزاء، همزة هي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومعا في رحاب وفيوضات الإسراء والمعراج، حتى يعني حلقة خاصة برحلتين من مكة إلى بيت المقدس حرره الله، ومن بيت المقدس إلى ما بعد صريف الأقلام. المعاريج عشرة على فكرة، مش معراج واحد، يعني عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عشر معاريج، ودي لها دلالة انه مش هيقعد في المدينة الا عشر سنين ويلحق بالرفيق الاعلى، فكل معراج سنة من سنوات اقامته بالمدينة. السنة بتاعت الاسراء، على فكرة كلمة اسراء يعني المشي بالليل، مشي كده بالنهار والضحى اسمه مشي، هتمشي بالليل يبقى أسريت أو سريت أو أسري بك إن شاء الله يا رب، ربنا يسري بينا من الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى، مش بس الإسراء بالبضز. في سنة الإسراء اللي أنا بسميها بالبلدي المختصر شمت نفس للنبي عليه الصلاة والسلام. شوفي ربنا خلاه يشم نفسه في سنة ماتت فيها خديجة ومات فيها أبو طالب. خديجة أولى أمهات المؤمنين، والكلام عنها ياخد عشر سنين، الكلام عنها ياخد عشر سنين، لكن أولى أمهات المؤمنين اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بي إذ كفر الناس، أنا هقف هنا بس نص دقيقة، وصدقتني إذ كذبني الناس. الورقة دي مهملة في حياة المسلمين، تلاقي الناس كلها تصدقك والمدام اللي كدابك يا أخي، لا إله إلا الله، وتلاقي العالم بره بيحترمك ويحترم وظيفتك، وتلاقي الهانم اللي جوه تقول تشتغل إيه يعني. الورقة دي مهملة، اعرف دينك، هات الورق اللي ربنا يصلح به الحياة وادرسه واعرفه وانت تبقى سعيد. أو واحدة في سن الأربعين تتجوز شاب عنده 25 قبل البعثة في 2024 لو حصل يعني، وفي واحدة في هذا السن تزوجت شابا في هذا السن كانت تاكله أكل، هي كانت بتذبح له الناقة رضي الله عنها وأرضاها وهو طالع غار حراء يتعبد، بتذبح له الناقة وتقطعها له حتت، وكان المساكين يتبعونه في غار حراء فيطعمهم صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين اللي جه أبو العاص بن الربيع ابن أختها عشان يتجوز بنتها الكبرى زينب، ما قالتلوش أيوة يا واد أنت أولى بيها وأنا خالتك، قالتله حتى أستشير أباها. لما خلفت البنتين الكبار، بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام عنده أربع بنات، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة الزهراء، وكان القاسم لسه ما جاش، حزنت واحده جاره ليها في مكه، قالت لها حزينه ليه؟ قالت لها لان محمد في بيئه بتحب الاولاد الذكور، يعني واحده مش عايزه تجيب ولد عشان يبقى شندها اللي هي سندها، يعني عايزه تجيب ولد عشان الرجاله بيفرحوا بالذكور، عايزه تفرحوا، قول ما شئت بقى. وفلوسها وواست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، ماتت فمات الدفء والحنان،
ومات أبو طالب عمه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش منالا أكرهه حتى مات أبو طالب. لكن كان نعم المعين والمدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عام الحزن. واضطجع بعد يعني حوالي كده العشاء، وجاءه جبريل وقال: اركب. يركب ايه؟ البراق. اديكوا اعمل ايه في التليفونات؟ اكمل الاسراء والمعراج ولا اشوف التليفونات وداخلين متاخرين وبينجر علينا ليه؟ مانيش عارف، مش عارف بينجر علينا ليه؟ ليه ندخل متاخرين؟ مين يا فندم معايا؟ ناديه هانم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. تزودي الالف واللام بس. كل السنه. انما كل انما كل سنه كل كل سنه وانا طيب، مش هبقى طيب الا السنه الجايه. كل لحظه وحضرتك. ايوه كده. نكمل. بسمة هادم، اهلا وسهلا. حضرتك. الله يسترك. انا بس عايزه اسال حضرتك، كل سنه وانت طيب الاول. تاني برضه. تاني. كل سنه. كل سنه وسنينك دي الجايه كلها بخير والسنه دي. اللهم امين واياك. اتفضل يا بس. راحت بس. نكم. المهم ركب البراق. اديكم معلومه لغويه. البراق له جذر لغوي من برقه، يعني من البرق. شفت مشيه البرق؟ البراق زي البرق. يقول السادة العلماء مد خطوته على طول البصر، ومفيش مباني، مفيش بيلدينجز، يعني تشوف آخر حدود شوفك إيه، دي نقلة خطوته. وقال: اثبت، فما ركبك أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ركوبة النبيين. البراق لم يركبه إلا نبي. في دقيقة إلا ربع كان وصل المسجد الأقصى. مد خطوة البراق البرق. وهقول لك إيه الدليل على إن في دقيقة ونص خلص بيت المقدس، وفي دقيقة ونص خلص رحلة المعراج. هقول لك إيه الدليل، أصبر على أهلي بس. معانا مين يا فندم؟ لين. ليز. ليز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يكبر خاطرك. كل سنه وحضرتك طيب. كل يا رب. كل سنه وانت طيبه. صحة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش انا ليا استفسار. انا دلوقتي عندي انيميا، والانيميا دي بتسبب لي بروده جامده في الاطراف، في ايديا ورجليا. وانا دلوقتي بضطر ان انا البس وانا في البيت اكتر من شراب. فأنا عايزة أعرف المسح على كذا شراب، يعني مثلا أنا لو ثلاثة، أنا ثلاثة 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 المسح على الأخراني. على الأخرين معنى كده إن أنا لو قلعت واحد بس لا، يبقى كأني قلعت الثلاثة. لا أيوه بالظبط كده. لا، لو قلعت اللي تحت الممسوح ما يجراش حاجة، لينا عقل. أنا مسحت على اللي فوق، لو قلعت اللي تحته خلاص مفيش حاجة. أهلا وسهلا استاذ عبد الله. السلام عليكم يا دكتور مبروك. ايوه كده، انا عايز من فضلكم الاتصالات تبقى سريعه عشان نعوض الوقت اللي راح مننا. ازاي حضرتك؟ الله يسترك. انا اخوك عبد الله الطويل من فؤوس شرقيه. اهلا وسهلا بفؤوس وما حولها. الله يكرمك. انا يا دكتور بحبك لله في لله، ومتصل بس اشكرك واحبك. الله يجبر خاطرك ويجعل هذه المكالمه في ميزانك. ربنا يزيدك يا دكتور مبروك. وياك يا عبد الله، ربنا اشكرك. وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ووجد عجب. جميع النبيين بلا استثناء، وعددهم أكثر من 100,000، بأرواحهم وأجسادهم، وصلى بهم ركعتين ثم عرج به. بعد الفاصل هنشوف إيه المعراج وإيه اللي تم. فاصل وانتظرونا.
رحب بحضراتكم وبعد الى ليز. اهلا يا ليز. اهلا بحضرتك. سلام عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام. انا كنت بقول لحضرتك لو انا لابسه مثلا دلوقتي شرابين وقلعت شراب منهم علشان خارجه مثلا. قلعت شراب منهم يعني هتلاقي اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي فوق. اللي فوق يبقى اللي تحت مش ممسوح عليه. مش ممسوح عليه يبقى المفروض ان انا ارجع يعني اقلع الشرابات كلها واتوضى من الاول. الله يسترك. وحتى لو شراب واحد ومسحت عليه وقلعتيه راح المسح. يبقى خلاص راح المسح. طيب. ولازم البسه على طهاره يعني على وضوء. على طهاره. مظبوط. طيب لو انا دلوقتي يعني اتوضيت ولبست الشراب المفروض ان انا ببتدي اعد الخمس صلوات اللي انا بمسح عليهم من وقت ما لبست الشراب ولا من بعد اول مسحه؟ وقت المسح من اول مسحه. يعني انا يعني هل وقت المسح يعني انا لو لبست مثلا الساعه 6 هل المفروض بعد 24 ساعه بعد الساعه 6 ولا انا لبسته الساعه 6 بس ما مسحت عليه الساعه مثلا 11 يبقى ابدا اعد من الساعه 11 واول الوقت اول المسح ساعه ما امسح ابتدي اعد يوم بليله يوم بليله عشان انا قاعده لو مسافره يبقى 3 ايام بلياليها. طيب لو مسافرة معنى كده ان انا لو في وقت السفر ولا حتى لو وصلت المكان اللي انا مسافرة طبعاً فيه ورجعت؟ ثلاث ايام بلياليها من تاريخ القاهرة من المؤسسة. من بعد ما سبت القاهرة لحد ما ارجع للقاهرة تاني. الله يفتح عليكي. المهم ان هي ثلاث ايام. ايوه تمام. وممكن بعد الثلاث ايام اقلع واتوضى والبس تاني واعد ثلاثة تانيين. يعني مش ليا في السفره ثلاث ايام بلياليها بس وبعد كده غصب عني برغم الانيميا وبرغم الامراض ابتدي اتوضى واغسل رجليا. لا هي قلعه واحده وبعد الوضوء ابتدي امسح تبقى دي الاولى وكان ما مسحتش قبل كده اعد ثلاثه تانيين نيكست 3 دايز. ذكريا بيه ذكريات هانم. الو ذكريات. أنا في حاجة بتقول تق 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 في وداني. أيا ذكريات. حضرتك يا أستاذ مبروك أنا مريضة يعني مرض نزيف. عندي مرض حضرتك نزيف يعني نزيف من زي لما أخذ الدورة الشهرية بس هو نزيف يعني. كان على طول معايا النزيف ده فمش بعرف أصلي ممكن تقول لي حضرتك أصلي إزاي؟ جدا. لو عليك نزيف البحر الأحمر استثني أيام الدورة ما صليش فيها. هي بتجيلك خمس أيام قبل النزيف ما يجي أو أربع أيام أو ست أيام وبعدها دم فاسد يساوي استحاضة. أتوضى واتطهر واتحفظ وأصلي وإن شاء الله ينزل البحر الأحمر. مين تاني يا أم هنا؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يجبر خاطرك. كنت عايزة اسأل بس والدتي معاها ذهب يعني وكانت عايزة تسأل لو هي توصي مثلا ان البنات والصبيان ياخدوا زي بعض. دي اللي هيودي الناس في داهية يعني. اصل الناس ناقصة دواهي. مفيش حاجة اسمها الذهب للبنات. الذهب الذهب لما تموت الحجة بعد عمر طويل وحسن عمل لجوزها لو جوزها عايش وعندها اولاد يبقى جوزها له الربع في الذهب. لا ما هو الوالد متوفي. الوالد متوفي مش عشان خاطر الوالد متوفي يبقى البنات لها مخلفه واد صوبي. هي امك ليكي اخ صوبي منها. ايوه ليا احنا خمسه. يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. سهمين للواد وسهم للبنت في الذهب وفي كل حاجه. كلام تمام. واضح جدا اهو. تمام شكرا. نروح بقى للمعراج. هو ايه المعراج؟ بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم اماما بالنبيين في بيت المقدس تهيأ مع جبريل لركوب المعراج. المعراج بلغه 24 يعني الاسانسير. اسانسير رباني ما فيهوش دوس 7 ودوس 8 ودوس 130. ربنا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. مش ربنا ذو المعراج الواحد. عارفين المعراج ده هو ايه؟
هو الأسانسير اللي بتطلع فيه الأرواح بعد الموت. يعني الواحد أجله انتهى بياخد الروح ملك وبيطلع في المعراج. غمض فتحك بقى في السماء الأولى، غمض فتح أرواح بقى ما هياش الهوى والضغط الجوي. عشان كده ربنا هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لرحلتي الإسراء والمعراج. السماء الأولى خبط جبريل، لأن السماء ذات أبواب، الملائكة الحراس قالوا من؟ قال جبريل، وجبريل سيد الملائكة. قالوا له ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا أو قد بعث؟ قال نعم. قالوا أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح في بتوين براكتس، وابتسموا له. وقابل في السماء الأولى آدم عليه السلام. أو إيه تاني؟ معانا تليفون، ناخد الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا. ألو، هنفضل بقى نقول ألو ونضيع الوقت أكتر من الوقت اللي راح. أم حنين، يلا يا أم حنين بسرعة، الله يسترك. إزاي حضرتك؟ ربنا يكبر خاطرك. يا كل سنة وأنت طيب، كل عليك السنة بخير. كل السنة وأنت طيبة، يعود عليك بخير. قوليها زي كده عشان خاطر ربنا. كل سنة وحضرتك طيب. لا، كل السنة وأنت طيب. كل السنة وأنت طيب. أمين. وأنت وجميع من يشاهدنا يا رب يكرمك. أموري ليه عند حضرتك سؤال. نعم. أنا كنت عاملة نذر لحفيدي لما يتخرج، حب أحلو يعني لم أخذ خروف. كويس. ولم أخذ فيه طيب يعني. وبعدين دلوقتي أنا ما عنديش حد، يقف معايا. طبعا أنا مش هعرف أروح ولا آجي ولا كده. ممكن يعني الطريقة اللي أنا أتصدق بيها، ممكن في دار الإفتة اللي هو الأزهر. وبنية ايه؟ انا بدفع بنية الصك بتاع الاضحية. اضحية ايه؟ ده ادفعه بنية ايه؟ اضحية ايه؟ انت كنت نادرة للحفيد لما يتخرج هتذبحي له خروف. تذبحي خروف والحفيد اللي اتخرج شملول يقف ويصفي مع الجزار. انسى يا الحفيد. الحفيد انسى انسى، كل واحد في مواله. بس دي حاجة في رقبتي انا. في رقبتك انت، ما انتش قادرة ومحدش يقف معاكي. وكيلي جزار اشتري الخروف وعينيه واديله تمنه وتمن صرخه ويوزعه كمان بالوكالة. الوكالة باب مفتوح يكفيكي، ويبقى وفيتي بالنادر وكل حاجة. بس إنما ما ينفعش أدفعه للأزهر. تعمل يعمل إيه بيه الأزهر؟ هيوفي نزور الناس الأزهر؟ الأزهر هيقوم بنذرك ونذري ونذر التاني ونذر التالت. الله يعينه على مهامه، الله يعينه على نشر الدعوة وتصحيح المفاهيم. احمد بيه اتفضل. قدره؟ نعم اتفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. احمد مع حضرتك. اهلا وسهلا. بالنسبه يا دكتور، انا ليا حق في بيت، وكان اخويا توفى واولاده مش عاوزين يدوني حق. بنات كلهم؟ لا، ولاد اخويا جدعان. جدعان. وانت عايز تاخد البيت معاهم بتاع اخوك؟ عاوز اخد حقي من ابويا. طبعا البيت ده انا ليا حق اخواتي تاخده. وانا ليا التلت في تاخده. حتى ثلاثة جدعان تاخده، ده ميراث ابوك تاخده. بالظبط كده. ومعايا عقد. ما هو للاسف يا دكتور رحت له وجبت بتوع الوحده المحليه، خرج لي بالشرشره وخرج لي بماسوره حديد. بكره دراعه ينهد ويجي له السكر والامراض اللي ما يقدرش يرفع بها شرشره ولا فاس. ربنا قال في المواريث يا حماده: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. انا قلت كلمه زمان: اللي يظلم في المواريث هياخد ابو جهل في حضنه في نار جهنم. شرشره يطلع بيها عشان حقك. وعايزين ربنا يكرمنا ويطعمنا ورخص لنا الحاجة. ده احنا لولا رحمة ربنا بينا كان ولع فينا. بس فاصل ونواصل فانتظرونا.
أرحب بحضراتكم وراجعين على أمي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ رمضان؟ ربنا يسترك. رمضان شعبان كل الأسامي عند ربنا حلوة. مش أنا رمضان؟ معلش أنا أسمع مبروك كده. ولا يهمك أي حاجة، أنا أتمنى بقى رمضان وشوال وذو القعدة، المهم ربنا يتقبل صالح الأعمال، المهم ربنا مش هيغلط، ربنا عارف انا بعمل ايه وغيري بيعمل ايه ورمضان بيه بيعمل ايه وكده. انا عايز اقول خدامك يا ام خالد، اتفضلي. لا ده احنا اللي خدامينك. اول حاجه عايزاك تدعي الاولاد صلاح الحال. الله يصلح حالهم وحال كل من يشاهدنا وحال كل من عندي ابن مريض، ادعي له ربنا يشفيه يشفيه ويعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين والمسالمين. عايزه اسالك سؤال واحد بالله عليك. اتفضلي. انا ليا اخ دخل المعاش بورق مش صحيح، ويقول ان هو مشلول، وقطع نص الفلوس بتاعت المعاش بتاعته. ماشي، وهو كده كده اصلا احنا هو بيكلمناش من ساعه موت امه وابويا. اعمل ايه؟ يعني الورقه والقلم، الورقه والقلم، اي قرش ياخده باحتيال حرام. يعني لو واحد اتعين بالزور جميع مرتبه حرام وعليه يتخلص منه لو عايز يعدي من النار وبلاويها. بس بالورقة والقلم. أنا شهر قدمت تقارير مزورة وخدت معاش أرجعه، مش هعرف أرجعه للمؤسسة أتخلص منه للمساكين ولا لسبيل الله والدنيا الواسعة. نرجع بقى مرجوعنا للسماء الأولى، السماء الأولى آدم عليه السلام. أو قد بعث؟ بيسأل جبريل. قال نعم. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. جميع الأنبياء اللي هقولهم دلوقتي حالا بقوا يقولوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم قال مرحبا بالابن الصالح لأن سيدنا محمد من بني آدم، اهلا بالابن الصالح هيقول اخ برضه على ابنه والنبي الصالح. السماء الاولى ادم عليه السلام. السماء الثانيه لقي سيدنا يحيى وسيدنا عيسى. الثالثه سيدنا يوسف. الرابعه سيدنا زكريا، يعني لقي سيدنا. الخامسه لقي سيدنا هارون. السادسه لقي سيدنا موسى. السابعة لقي سيدنا إبراهيم. بعد السماوات السبع في منطقة اسمها صريف الأقلام، صوت الأقلام، بعدها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. التالتة اللي بقي عشان يبقوا عشر معاريج حيث أوحى إليه الله وقد سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت الله؟ فقال نور أنا أراه، يعني كيف أرى النور. رجع بعد أن فرض الله عليه الصلوات خمسين في الأجر والثواب وخمسة في الأداء، دخل الجنة من طرائف. أنا ما عنديش أربعين ساعة عشان أحكي فيهم الإسراء والمعراج على هوايا، لكن في وقفات مهمة جداً بستين ألف حلقة. دخل الجنة ودخل قصر. القصر ده رهيب، قصر جنة لك أن تتخيل يعني. فراح نايم على الأريكة وقال لي جبريل دعني هنا. يقول السهيلي في الروض الأنفي، قال له جبريل مبتسماً لك عمر تقضيه ثم تأتيه. النبي ما كانش عايز ينزل من جمال القصر اللي ربنا أعده له واللي هيبقى معاه فيه كفل اليتيم. اعرف دينك بقى، اعرف دينك.
انت عايز قصه وحلاويات يعني. وراى قصرا لعمر وراى قصرا لبلال، وكل انا قلت لكم من شويه وكل ملك يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافق الاعلى يبتسم له الا واحد سلم عليه ورحب به وهو غير مبتسم. فاندهش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال لجبريل: من يا جبريل هذا الذي لم يبتسم؟ فقال جبريل عليه السلام: لو ابتسم لأحد غيرك لابتسم لك، إنه مالك خازن النار والعياذ بالله. إذا كان الخازن لا يبتسم فما بالنا بالنار اللي ربنا قال فيها سمعوا لها تغيظا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الجنة هترحب بصحابها والنار هتفش غلها في صحابها. ربنا ينجينا من كل ولعة بأعمالنا الصالحة وبدعائنا الجديد اللي هندعيه الليلة، دعاء أول مرة يمكن تسمعوه. ومعنا أم عبده. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي كل لحظة وحضرتك طيب يا دكتور؟ كل ثانية وانت بصحة وسعادة وسلامة. يا رب يبارك لك يا دكتور. انا عايزة منك طلب وسؤال، معلش يا دكتور. اتفضلي. طلب، انا عندي ولد واحد الحمد لله، نفسي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة واخويه يا رب. أمين. وتدعي لي ربنا يبارك لي فيه. اللهم امين. ويبارك لك فيه اهم من مخوية. يا رب ربنا يبارك لك. ربنا ادى زكريا يحيى بس. وكان مبارك وسيد وحصور ونبيا من الصالحين، واحد صالح ومتعلم وبر بعشرين من اكفين. السؤال ايه بقى؟ راحت. المهم نطلع فاصل ونواصل، فانتظرونا. مع هلول رجوعنا، رجوعنا مع هلول. الو يا هاله. يا دكتور ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بص يا دكتور، انا عايزه راي حضرتك في امر محتاجه رايك جدا يعني. اتفضلي. مبدئيا احنا كنا ساكنين في بيت عيله، وبيت العيله ده يعني حماي الله يرحمه توفى، وفوجئنا انه كاتب البيت لحماتي. ولما رحت قعدت في شقه ايجار وسبت عفشي وسبت كل حاجاتي، ربنا كرمني يعني وجددت في الشقه. تمام. فطبعا سبت كل حاجتي هناك، وانا دروس اولادي في المنطقه اللي انا ساكنه فيها ببيت عيله، على اساس ان اولادي لما يروحوا المدرسه الدرس انا انتظر في الشقه او اقعد فيها. حماتي خرجتنا من البيت. أيوة. وقالت ان احنا مالناش حاجه تماما. أيوة طبعا. تماما، ولا يحق لينا عفش. مش المرحوم كتبوا لها؟ مش المرحوم كتبوا لها؟ كتب لها البيت باسمها. بالظبط كده. وهو بقى ربنا ان شاء غفر وان شاء عذب، بس هو بيشوف جزاؤه دلوقتي، جزاء الهباب اللي هببه ده. تمام. والحاجه كمان طلع بتاعت ورق، انا معايا ورقه العب بيها. لا ده عارف دينه ولا ده عارف دينه. المفروض الحجيجه تجيب الورقه اللي رب اللي جوزها كتب لها البيت فيه وتقول بو، دي تغضب ربنا لان فيه ورثه غيروها، فخدته على قد عقله. ده لو كانت بتهبه، مش انتوا بتاعوا عيد الهب؟ لو كانت بتهبه كانت تعمل كده عشان ترحمه من عذاب جهنم. ربنا قال تاني، ارى الايه مرتين في الحلقه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ست اميره، هتمشي تبع الورق، ملكوش حاجه عند ربنا بقى. اميره هانم، قولي. ايوه يا اميره. ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك. كل سنه وانت كل السنه وانت طيب. اللهم امين واياك يا رب. دكتور انا بس ليا طلب، الحلقه بس تطول شويه يا دكتور، الحلقه صغرت قوي. انا ما كاني ما سمعتش حاجه.
القناصة معاكي بدل ما أقول كلمة تزعلهم. بس شكرا يا أميرة. معانا مين؟ هشام بيه. أيوه ازاي حضرتك يا دكتور؟ مبروك. ربنا يكبر خاطرك يا هشام. بلدياتك يا دكتور من منوفية الباجور. أهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنة كل السنة وانت طيب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. كل السنة. انا والدي كان متوفى 2013 في 2013 سايب لك البيت. انت الوحيد الوارث. ها انت الوحيد اللي بابا سايبه. مالكش لا ام. احنا خمس امال ساب لك ازاي لما انتوا خمسة؟ تقول سابني ساب لكم ساب لنا. هو في ايه يا جماعة؟ هو في ايه؟ هو في ايه في المواريث؟ ساب لك حضرتك يا دكتور بعد ما والدي. معلش يا دكتور حقك عليا. طيب لا ساب لي الخمسه. ايوه كده. وامه عايشه جدتك؟ كانت والدتي موجوده اه في الوقت ده. والدتك موجوده؟ لا والدتي بس اللي كانت موجوده. اللي وانا اللي كنت متكفل بوالدتي ووالدي. ما هو هتتكفل بمراضي. هتتكفل بالميراث. هتتكفل مش هتورث. هتتكفل. اعرف دينك. لا مش بالميراث. انا بقى لا انا بوضح حاجه بس يا دكتور. بتربطها بالمواريث ليه يا هشام؟ بتربط ليه بالمواريث؟ انا كنت اللي شايل عنك ما شلت وليك حقك اللي ربنا شرعه في المواريث. ما هو الحاجه هقولها لحضرتك دلوقتي يا دكتور. اتفضل. وده اللي حصل يا دكتور. اللي حصل بالظبط ان امك لها امك لها تمن البيت ولها تمن في كل حاجه. ادتوها حاجه؟ تمام ايه دلوقتي يا دكتور؟ البيت كان قايل للسقوط في الوقت ده. اه وطلبت من اخواتي اللي كانوا في السعوديه ان هم يساعدوني. والوقت ده ظروفهم الماديه ما كانتش تسمح ان هم يساعدوني. ايوه عملته انت اخواتك ما قدروش يساعدوك. قسم اللي صرفته عليكم زي ما هتقسم البيت. الله. هو البيت اهل السقوط. انا جيت بنيه واخواتي لم يساعدوني اعتلوا. مين شرع مين ده؟ شرع مين ده؟ اعرف دينك. اعرف دينك. ليه كل قرش صرفته يتوزع على جميع الورثة بالتساوي الا اذا كان في بنات تغرم النص لان هي لها نص المواريث. استاذ هشام السلام عليكم يا شيخ مبروك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا افتيت فتوى لصديق لينا ما بيعرفش يتصل بالتليفون كتير يعني. وهي كالاتي: هو عنده فلوس زكاه مال وليس صدقه او اي حاجه. زكاه مال. وعنده بنت يعني قليله الموارد وزوجها يعني قليل الموارد. فطلب مني سالني قال لي يا حاج هشام ممكن ادي من زكاتي لبنتي ولا لا؟ فتوتي كالآتي عشان تقول لي اه صح او لا. انا قلت له ايوه من حقها انها تاخذ من زكاة مالك. هذا هو السؤال. الإجابة لا حق لها لان الزكاة لا تخرج للاصل ولا للفرع. لا تخرج الزكاة للاب ولا للجد ولا تخرج للبنت ولا للولد ولا ابن البنت ولا ابن الولد ولا بنت البنت ولا بنت الولد. تمام يا شيخ مبروك. الله يرضى عليك. الله ربنا يكرمك. استاذه ماجده ابو المجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام المجد بقى. ابو المجد ده ايه؟ ابو المجد ده يبقى مجدي. ايوه يا ماجده. لو سمحت انا عايزه اللي معاه 240 قالت عليه زكاه. 240 انت اقعدي احسبيها عشان وقت البرنامج. 240 ايوه. احسبي زكاه. احسبي ال 85 جرام ذهب عيار 21 يدفع عليهم كام؟ ده اول مبلغ الزكاه. ده اول النصاب. طب انا مش عارفه احسب يعني. انا بقول لك حضرتك الجيران يحسبوا بقى عشان انا مانيش فاضي احسب. 85 جرام. طب ما انت شملوله وشاطره اهو. طب ما انت شاطره اهو. انا عرفت. 85 في 3 خدامك خليها على 3.
3 ب 5 ب 15 5 ومعانا الواحد، 3 ب 8 ب 24 1 25 اول النصاب على 3255000. اللي معاه 250000 بس ما عليهوش زكاه، وما يفرحش لان الزكاه تزكيه للمال وتنميه له، ومش يطلع عشان ما نتجاوزش في حدود ربنا، ولكن يتصدق. الصدقه ربنا قال في سورة الليل وسيجنبها اللي هي جهنم الأتقى، مفيش أتقى في القرآن إلا في السورة دي، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزل صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى إلى بيت المقدس، ثم عاد بالبراق إلى مكة وأصبح فحدث الناس، مع إن كان له بنت عم اسمها أم هانئ، أم هانئ دي قالت ما تقول لهمش مش هيصدقوك، قال لها والله لأخبرنهم. وقال لهم أسري بي الليلة، أسري وهم بتوع عربيكة، هم بتوع لغة عربيكة، ما قالش سرايته، قال أسري بي. وردوا عليه قالوا له نحن نضرب عليها أكباد الإبل في شهر ذهابا وشهر عودة، وتدعي أنك ذهبت إليها وعدت في ليلة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء على الصفحة على الشمال في مصحفي أول سطر بعد بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا دي ظرف منصوبة، كان ممكن ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده بالليل يبقى الليل كله، إنما قال ليلا يعني part of night، جزء من الليل. وأنا قلت لكم في أول الحلقة الموضوع ما خدش دقايق لقول السهيلي في الروض الأنف، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلتيه ثم عاد ولم يزل موضع جنبه دفيئة، يعني لما قام الدفى بتاع جنبه كان لسه موجود، والدفى هيستمر ازاي؟ 5 دقايق 6 دقايق، سيادتك لو قايم من على السرير ودخلت الحمام وربنا فكك بسرعة بترجع تلاقي مكانك على جنبك برد، وانت خدت 5 6 7 دقايق. دي تاخد منها درس عظيم جدا. انا محتاج وسيادتك محتاج وسيادتك محتاجاه ان ربنا اذا اراد شيئا فلا زمن. مفيش واحد في التاريخ ولا في الانبياء ولا في المرسلين ولا في الملائكه الا هو محتاج للوقت علشان يطبخ طبخه، عشان يروح مشوار. هقول لكم معلومة ب 7000 مليار دولار، النبي عليه الصلاة والسلام خد كم يوم وكم ليلة في الهجرة من مكة إلى المدينة ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ 7 أيام بلياليها، 7 أيام محتاج وقت. لو ربنا أراد إنها تبقى زي الإسراء والمعراج كان وداها في ثانية، لكن ربنا لا يريد أن تكون الحياة كالإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج متنفس، شمت نفس، لكن للحياة نواميسها وقواعدها، ولا بد للزرعة أن تكتمل مدتها حتى تنبت إلى آخر ذلك. أنا عايز أقول على حاجة في الكفرة عجباني جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لهم الرحلتين، محدش فيهم جاب سيرة السماء ولا المعراج نهائي أبدا. ليه؟ لأنهم ما يعرفوش حاجة عن السماوات، انما يعرفوا الارض، راحوا المسجد الاقصى وروحوا في شهر وبيرجعوا في شهر، ناقشوه في اللي يعرفوه ولم يناقشوه في الذي لا يعرفونه. يا غيت يا احنا نتعلم، يا ريت نخرج منها بدرس. اللي ما نعرفوش ما نتكلمش فيه، واللي نعرفه نعم نتكلم فيه. قبل الختام في عندي دعوه جديده، اللهم كما أسريت بنبيك وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، أسر بنا من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن الضعف إلى القوة. وكما عركت به إلى السماوات العلى، أعرج بأرواحنا نحو مكارم الأخلاق لا سفاسفها، وبحسن الوعد تمتلك القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم، فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال
ولو كثرت من العبد الذنوب لكم التحية، وحتى ألقاكم غدا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله 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 يا الله 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 يا الله. عايز ربك يبقى في صفك تعرف دينك، ولما تنادي تلاقيه جنبك تعرف دينك. عايزه دايما يرفع قدرك اعرف دينك اعرف دينك. الله 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 يا الله 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 يا الله. عايز ربك يغفر ذنبك اعرف دينك. عايز دايما يرتاح اعرف دينك. عايز سيدنا النبي يحبك اعرف.